السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين أو من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. مع انطلاق العام الدراسي الجديد، باتت المدارس الكرفانية معبرة عن واقع التعليم في العراق، حيث عمدت الحكومة إلى إنشاء مئات منها في أغلب المحافظات كبديل عن الأبنية المدرسية النظامية. ويشكو مواطنون عراقيون من الأوضاع المزرية التي يعيشها أبنائهم في صفوف الدراسة الكرفانية، كونها تفتقر إلى البنى التحتية وخصوصا إلى المياه الصحية والقاعات غير الصالحة للتدريس كذلك التي يعانون منها. ويؤكد المواطنون أن معاناة الطلبة لا تقتصر على نقص الخدمات فقط وغياب الأجواء الدراسية، بل أيضا يواجهون مخاطر كبيرة مثل التماس الكهربائي الذي يحدث بين الحين والآخر وخصوصا في فترة الأمطار، وذلك خلال أو داخل قاعات كرفانية مصنوعة من الحديد وهو موصل جيد للكهرباء، ما يجعلها تشكل خطرا على حياة التلاميذ. في محافظة واسط رصد مواطنون حال مدرسة الحكمة والأحبة في حي الفلاحية بعد عزل كيبل الكهرباء الرئيس المار بقربها، أجلكم الله بالأحذية البالية. دعونا نشاهد. مدير تربية واسط، بشرفك هاي مدرسة، بشرفك هاي مدرسة، هاي المدرسة الكرفانية باع الكيبل الكهربائي باع، تكرمون عازلين بقندر عن الكرفان. هاي مدرستين مال أطفال ابتدائية الحكمة والأحبة بواسط بحي الفلاحية، شوفوا الزبالة تكرمون باعوا وباعوا هنا خليل عازل تكرمون نعال. يعني هاي مدرسة مدير تربية، بس أسألك، هاي مدرسة مال أطفال، مدرستين الأحبة والحكمة، يعني معقولة؟ معقولة أنت مدير تربية واسط وعندك هيك مدرسة كرفانية؟ نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يقدر عدد المدارس الكرفانية في بغداد وحدها بالعشرات، وتعمل هذه المدارس حتى هذه اللحظة بالرغم من المخاطر المترتبة على ذلك. ففي سلمان باك التابعة لقضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد، رصد ناشطون مدرسة لا تزال قائمة حتى اللحظة بالرغم من المخاطر المترتبة على أرواح الطلبة خلال فترة الأمطار. دعونا نشاهد. والله بشرفكم، بس شوفوا لي هاي مدرسة، هاي مدرسة بحي جابر على طريق سلمان باك، شوفوا زين، هاي القاع كلها طيانة، هذا من تمطر الدنيا الطلاب شي يسوون؟ يعني معقولة هيك صارت مدارسنا؟ هاي القطع والإعلانات اللي قاعد يعلقوها بالمليارات، بالمليارات اللي قاعد يعلقوها، هاي مدارسنا هيك نهايتها صارت؟ باعوها غرف كلها من هاي التعبانة سندويش بنا الكرفانات، وشوفوا القاع كلها ترابطين، مع الأسف والله. مستمرون مع هذا الملف مشاهدينا. بالرغم من إعلان وزارة التربية تراجعا في نسبة الاعتماد على المدارس الطينية والكرفانية في العراق، وأكدت دخول أكثر من 450 مدرسة جديدة إلى الخدمة خلال العام الحالي، إلا أن مواطنين في عموم المحافظات العراقية لا يزالون يؤكدون أن الأبنية المدرسية لا تزال تعاني من الإهمال، خصوصا مع حلول فصل الشتاء وبدء موسم الأمطار، حيث باتت الكثير من المدارس مهددة لأرواح طلابها بعد أن تداعت سقوفها بسبب مياه الأمطار، كما هو الحال مع إعدادية بنت الهدى ومتوسطة الزهور في محافظة ميسان التي انهارت أجزاء من سقوفها في مشهد ينذر بكارثة كبيرة. لنشاهد. هذا بعد ماكو ما يصير شيء. لكن
نستعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو محمد يقول: كل إجراءات الحكومة دائما تكون بعد الموت والدماء، ويكون الإجراء ترقيعي وإعلامي فقط. تعليق من حسين خميس يقول: كل البنايات التي أنجزت بعد عام 2003 هي آيلة للسقوط، وهذا يوضح حجم الفساد وضعف العمل الرقابي وكمية التآمر من قبل ضعاف النفوس للاستحواذ على الأموال. لدينا تعليق من يسرى تقول: المفروض من الأهالي ما يرسلون أبنائهم للمدارس بهيجي حالة ويتظاهرون أمام المدرسة الآيلة للسقوط، ووزير التربية هو المسؤول عن أي حادثة تصير. أم أحمد الطائي تقول: أيسنا من الحكومة، المفروض الأهالي لو يلمون من كل واحد 50,000 ويبنون المدرسة هواي أحسن ما توقع على الطلاب، والله كارثة. دعونا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طيب خلونا نأخذ اتصال لعد بالأول وبعدين نكمل. عبد الرزاق من بابل، تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المضحك المبكي أستاذ محمد. نعم. المدرسة اللي عرضتها بداية الحلقة. نعم. يعني جل اسم يجل السامع والمشاهد. هاي ما أسميها يعني مدرسة الأحبة، ما أعرف شنو. هاي أسميها مدرسة العالم الأصبع. يعني حقيقة مثل هيك مدارس، يعني انت ايش تتوقع شو راح يطلع لنا الجيل هذا؟ نعم. يعني راح يخرج لنا الجيل مال العربنشيه. يعني الدول تهتم بالدرجه الاساس بالتعليم حتى تنهض بشعوبها. نعم. لكنه انا عزيز الى يعني الى عده يعني صراحه غير اسباب. نعم. وعوامل فواعل اللي جاي تتحكم بمصير المواطن العراقي. نعم. يعني هذا تدمير للعقل العراقي، تدمير للتعليم بالعراق. يعني المفروض اذا عندنا احنا يعني حكومه، عندنا دوله، عندنا يعني ناس تهتم بالبناء الجيل الناهض، المفروض اهم شيء هو تتوقع ابني العقل، عقل الانسان. نعم. وهذا اللي يقودني الى السؤال، انه هل تتوقع أو تعتقد بأنه ما يجري الآن على التعليم في العراق من إهمال، من محاربة، حتى إذا في بعض الأحيان إذا يصح الوصف أو يصح وصف الحالة، أنه هذا أمر متعمد من قبل هذه الأحزاب التي حكمت العراق ولا تزال من عام 2003 إلى اليوم في سبيل تجهيل المجتمع لكي يسهل انقياده؟ مثلك أنا أستاذ محمد، أنا عزيز إلى أسباب وعوامل وفواعل، والفاعل فاعل الخارج ترى. يعني هو اللي جاي يتحكم بالوضع العراقي. يعني شوف الحكومة العراقية ما معتها أي سلطة، ما تملك لا الإرادة ولا تملك القرار. لعد ليش نلقاهم يعني بالمحافل الدولية وفي البرلمان وفي اللقاءات التلفزيونية يتكلمون عن التدخل بالشأن العراقي هو خط أحمر، تركيا دخلت كيلومتر إلى العراق هذا احتلال، أمريكا تتدخل في العراق هذا احتلال. طيب أنتم مو تتكلمون وتقولون هذا أمر مرفوض، والتدخل بشأن العراق شأن أو شؤون العراق هو أمر مرفوض، لماذا إذن نراهم مثل ما تتفضل يقادون، يتم توجيههم، يتم التحكم بهم، يتم يعني إرسال الإملاءات من إيران ومن غير إيران، من أمريكا كذلك، إلى هؤلاء الذين يحكمون؟ أستاذ محمد، ليش هو من ما يعرف بأنه الوضع بالعراق أو الحكومة، ما عندنا إحنا بلد سيادة، بلد مرزوع السيادة. يعني وخير دليل بأنه إحنا ما عندنا دولة. إحنا من تجي للدولة العراق بيقولوا النظام العراقي، يقولوا العملية السياسية. إذن إحنا لحد الآن نفتقر للنظام.
احنا ما عندنا نظام ينهض بالبلد، ينهض بالمواطن، يوفر الخدمات، البنى التحتيه. هذه مو دوله، ما عندنا دوله، يعني مجرد احزاب هي اللي تتحكم بالوضع العراقي. اشكرك سيد عبد الرزاق من بابل للمشاركه، ويانا السيد احمد من البصره. تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال عنده مداخلة بلا زحمة. تفضل. يعني هاي القناة الرافدين من شفناها واللي جاي ما عدا غير رجال الحشد وش حشد الحشد. أدري الحشد مقصر بالله. طيب هسه رغم إنه إحنا اليوم بالحلقة ما جبنا طاري الحشد، ما أعرف التشبيك. طاري الحشد بس ساعة تحكي عن الحشد. طين الطين واحد حشد فارصد ويا فلسطين. طين واحد دولة النيل. يعني بس لحظة فلسطين. يعني أنت بس لحظة، أنت الآن تنتقد انتقاد الرافدين لميليشيات الحشد بشان القضيه الفلسطينيه، بس حتى اربط وياك، لو انت بدك تتكلم ميليشيات عراقيين ذولا بس اسمح لي دافعوا على الموصل على الباب. سيد احمد وصف الميليشيا بس على كيفك، وصف الميليشيا هي ليست اهانه، هو توصيف لكل ميليشيا. بس اسمعني بس اسمعني انت كاعلام بس اسمعني بس اسمعني حتى بس اكون اوضح لك نقطه، لانه هذه النقطه يمكن يعني مدخله البعض باشكالات. الميليشيا هو كل من يحمل السلاح خارج اطار الدوله والقانون بحسب تصنيف القانون الدولي، يعني مو انا اللي دا اقول، بتعرف حضرتك. فسريعا يعني انت معترض على انتقاد الناس لهذه الميليشيات. السؤال هو انه وذكرت موضوع فلسطين، هل توجهت جحافل قوات او ميليشيات الحشد وهي تحمل السلاح وتركب الدبابات وتسير الطائرات المسيرة، هل توجهت إلى فلسطين لإنقاذ الفلسطينيين من هذا القصف المستمر؟ استاذ من فضل أفتك استاذ خليني أحكي بك تقاطعني. يلا تفضل. الحي أولا جاي حزب الله جاي كله جاي يحارب الطين الدولة وصلت ضد يعني ضد إسرائيل، يا هي اليمن يعني طين الدولة يعني وثنية وصلت صارت وياهم يا أما الأردن لو مصر. انتقدتهم. طيب انا حنتظرك تاخذ راحتك بالكلام حتى نسجل نقاط معينه نتناقش بها على السريع، تمام؟ استاذ ما يصير يعني انت في ساعه بس ايش قالت الميليشيات وايش حكت؟ يا صدام حسين ايش سوى؟ شنو الانجازات اللي سواها؟ صدام حسين سوى لك شيء؟ صدام حسين دخلك بحرب. على فكره بس خليني اقول لك شغله لانه جماعتكم الاعلام اللي تابع لهاي الاحزاب يمكن موصلين لكم نظره غلط عن قناه الرافدين. صدام حسين وغيره ما يعنون اسمعني صدام حسين وغيره، بس هاي الاتهامات اللي تشتغلون بها دائما، صدام حسين وغيره ما يعنون بشعره، المهم الشخص اللي يحكم ينجز، الشخص اللي يحكم يحقق لهذا البلد، لا صدام ولا اللي قبل صدام ولا اللي يجوي وراء الاحتلال وراء صدام، تمام؟ لا يعنون بالنسبة للعراقيين أي شيء بقدر الإنجازات. هاي نقطة بس حتى نكون متفقين، لا تقعد تقول لي صدام وما صدام. تفضل. استاذ بالنسبة لي ما تكلمت يعني على القناة، يعني أنا جاي أقول صر معتدلة، يعني تعرف كلمة الحشد. نعم. غيره وغيره يعني جاي يعني. يعني طيب. ماكو غير هاي الحشد يعني الأول شيء. مو هي. الحشد هو حشد العراق كلهم من البصرة والجنوب وهاي. نعم. سيد احمد احنا لما نجي نتكلم مو من فراغ صدقني، ولا عندنا عداوه شخصيه ويا اي شخص موجود في العراق بقدر ما سياساته وتصرفاته ونهجه المتبع من قبله يؤدي الى انه تطلع عليه تقارير تتكلم عن فساد او انتهاكات او جرائم. راح اجيب لك مثال بسيط، تمام؟ وهذا مو كلام قناه الرافدين ولا كلام محمد عصام بشان الحشد. عندك الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش اللي موجود هسه حاليا على رأس الأمم المتحدة، تمام؟ في المعارك اللي صارت بالمحافظات الغربية بالأنبار وغيرها، خرج بتقرير إلى الأمم المتحدة، تقرير كتب به أنه بناء على طبعا التقارير اللي إجتها، قال تعرض فتيان عراقيون إلى عمليات اغتصاب من قبل داعش، تمام؟ والأجهزة الأمنية العراقية الرسمية والحشد الشعبي. هذا منو اللي قال هذا الكلام؟ الأمين العام للأمم المتحدة. طلع تقرير آخر لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إيش قالت بي؟ قالت
ما ارتكب من جرائم وانتهاكات على يد الحشد يرقى إلى مستوى الجرائم اللي ارتكبها داعش. شنو معنات هذا الكلام؟ معنات أنه أكو تقارير وإثباتات دولية تؤكد أن هاي الميليشيات متورطة بسفك دماء العراقيين، هاي غير عن القضايا الاقتصادية وغيرها وغيرها، يعني مسلسل طويل يا أخي. والدواعش والدواعش شبيهم؟ إرهابيين شبيهم؟ الدواعش الدواعش ما سووا يعني لا 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 مو لا أبرياء ولا شيء. لا لا أنت تخلط الأوراق، ليش تخلط الأوراق أخي؟ لا لا شوف لا تخلط الأوراق بس اسمعني عن جهة واحدة. اسمعني اسمعني لا تدخل تقارن الحشد بداعش، ما يصير هذا. أنت بكيفك، أنت ما مقتنع وهذا تقرير، هذا تقرير دولي، أنت ما مقتنع أنت حر. أكو نقطة أخرى دولي أي دولي أكو نقطة أخرى أكو نقطة أخرى أكو نقطة أخرى ولا الدولي كله. يلا تفضل كمل. انت جاي تصف داعش يعني جاي تصف الحشد سواسية يعني. يعني تتكلمت تتكلمت اكو واحد من هاي المنظمات اللي تذكرها ذكروا فلسطين جاي في المجازرات جاسر بيها. انت هسه تسالني عن حشد على الحشد لو فلسطين يعني ما تعرف. وبعدين شغله الاخ لا اخلط ولا اسوي الحشد الداعش معروف انه هو تنظيم ارهابي وهذا امر منتهي منه تمام. اكو نقطه اكو نقطه اخيره اكو نقطه اخيره اريد اسالك بيها. ابو مهدي المهندس ابو مهدي المهندس قبل لا يموت ايش قال؟ قال اذا طب الحشد بالعمليه السياسيه اني اتبرى من الحشد. تمام عيني. كل الفصائل الموجوده ضمن ما يعرف بالحشد الشعبي شاركت بالعمليه الانتخابيه وبالعمليه السياسيه، مو هيك طلعوا عن نهج قائدهم وزعيمهم؟ عجبا ليش انخرطوا بالعملية السياسية وهم فصائل يقولون احنا مقاومة؟ تمام؟ ليش شاركوا بالحكومة وبالعمل السياسي المفروض هم بمنأى عن هذا عن هاي المشاركة؟ استاذ بس خلينا اوضح لك يعني يلا. انت جاي تذكر لي هسه احنا الايام قبل اللي دخلوا بها الدواعش انت لا تحكي لي هسه كل شو بوقته. يعني المبادئ والشعارات والقيم كلها تتبدل مع الوقت مو؟ ما تتبدل بس ازاي يعني شوف حتى يعني مع الاسف والله مع الاسف مع الاسف شنو؟ شكرا اشكرك وانا شكرا احمد من البصره. احمد انا ما اعرف انت يمكن قافل على فكره معينه، اصحاب المبدا الواحد والثابت المفروض ما يتغير مع مرور الزمن يا احمد. يعني انت عندك مبدا وصاحب مبدا وقلت انه العمليه السياسيه بالنسبه لي امر محرم وما اشارك بيها وما ادخل بيها وغيرها من هالامور، وشفناهم يتقاتلون على المناصب. طلع نور المالكي ايش قال عليهم؟ قال امه الجبناء، مجموعه من الجبناء اللي ترسوا بطونهم بالفلوس وبالصفقات وبالاستثمارات وصاروا صار توجههم صوب الاموال. هذا اللي قاله نور المالكي، لا اني ولا القناه ولا غيرنا ولا منظمه دوليه حتى. عموما نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. طيب، عدم الاهتمام مشاهدينا الكرام نعود مرة أخرى إلى القطاع الصحي. طبعا قاطعنا السيد أحمد، نكمل مما توقفنا عنده وهو القطاع الصحي أو هذا الملف. عدم الاهتمام بالقطاع الصحي جعل العراق يحتل المرتبة الثالثة كأسوأ رعاية صحية في العالم من أصل 94 دولة، جاء العراق بالمرتبة الثالثة من المراتب المتدنية وذلك بحسب تصنيف موقع نامبيو. بحسب الموقع فإنه اعتمد في دراسته على متغيرات صحية مختلفة منها البنى التحتية، أعداد الممرضين لتصل إلى الكفاءات وتوفر الأدوية. في العاصمة بغداد التي يفترض أن تكون جودة الخدمات الصحية فيها في الصدارة، يعاني المراجعون في مستشفى الكندي ومستشفى بغداد العام من الوقوف في طوابير طويلة في ظل اكتظاظ المرضى بين الردهات ومداخل المستشفى في مشهد يبين حجم الانهيار في القطاع الصحي. لنشاهد. مستشفى بغداد ما شاء الله. مستشفى بغداد مدينة الطب. توصل بالعاد توصل بيه توصل ساعة ما يطببك. هو جاي بدون مسؤول واحد يطلع
نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يواجه القطاع الصحي العراقي تحديات عدة، أبرزها ضعف البنى التحتية من قلة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وصولا إلى سوء استخدام الأدوية وغلاء ثمنها، لا سيما المتعلقة بالأمراض المزمنة، فضلا عن عدم وجود طواقم صحية متخصصة بعد هجرة الأطباء نتيجة عمليات التصفية والاغتيالات، حتى بات المراجع للمستشفيات الحكومية لا يجد من يعالجه بعد أن اقتصر الأمر على مجموعة من الأطباء ممن تخرجوا حديثا وممن لا يهتمون بأحوال المرضى وممن أيضا يحاولون تقديم خدماتهم في عياداتهم الخاصة على حساب عملهم في القطاع الحكومي. لنستمع إلى هذه الشهادة من أحد المراجعين لمستشفى المستشفى الألماني في محافظة النجف، نشاهد. الماني الملقب بالالمان من الجديده استاذ، اني من الصبيح جاي لحد الان، جيت بس طبيت يم الدكتور، طبعا سرعه الزم هاي شو اسمه الاشعه الرقم مالتها 107، على ما يوصلك السرعه ترجع. هسه انا رجعت للدكتور يقول له والله الدكتور طلع يشرب شاي ويروح للبيت، وباكر تعال له وبكيف الله بعد، وهاي الوادم قاعد اكلها. مشاهدينا دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. تعليق من رياض يقول: الواقع الصحي تعبان في المستشفيات الحكومية، لأن الدكتور عنده عيادة خاصة يطلع المقسوم منها، وحتى من يشتغل في المستشفى من وراء خشمه ولا يعمل بإخلاص. سعاد تقول: بدون استثناء أغلب مستشفيات العراق تحديدا الحكومية هذا وضعها، لإجبار المريض على المستشفى الأهلي. أصبحت المستشفى الحكومي لا علاج ولا كادر طبي، وتفتقد لأبسط الخدمات للمريض للأسف. طيب أبو علي يقول: بس يأخذون رواتب ودوام ماكو، علاج ماكو، طبيب ماكو، لا تشكوا، عزلوا أحسن حتى ما حد يجي. حيدر يقول: والله العلي العظيم كلامه صحيح، أنا البارحة بالمستشفى نفسه ولا مضمد موجود، حاجيت الدكتور يقول انتظروا وننتظر ساعة، يلا اجى العينتين والنوب مقابل. طيب ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، إلى البطاقة التموينية ومعاناة المواطن العراقي مع مفرداتها. شكى مواطنون من تسلمهم مادة الأرز فاسد ضمن مفردات السلة الغذائية التي توزعها وزارة التجارة بشكل شهري، وأثار ذلك ردود أفعال شعبية رافضة في مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من التخصيصات الضخمة، إلا أن ما تم تسلمه من مواد غذائية لا يتناسب مع تلك الأموال، ويعود ذلك إلى وجود مافيات فساد تسيطر على عقود وزارة التجارة، والتي اشترت رزا من مناشئ غير معروفة بثمن بخس. دعونا نشاهد. استمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. بعد تداول هذه المقاطع ومقاطع أخرى سبق وأن عرضناها في برنامج صوتكم، سارعت وزارة التجارة إلى سحب الأرز الموزع على وكلاء الحصة التموينية دون أن تعوض المواطن بأرز صالح للاستهلاك، لتترك المواطن أمام فصل جديد من المعاناة لتأمين هذه المادة الأساسية لمائدته. دعونا نشاهد كيف علق أحد المواطنين. مجرد طانع عدس حمص وشكر او زيت، زين تمن وين؟ تمن ماده اساسيه الناس تحتاجها، يابا وين التمن يا الوكيل؟ قال والله ماكو. سمعنا اكو خبر، انصح الخبر هاي صام الطام، يقولون على اساس التمن الموجود مضروب معبين بيه قمله دوده، فجاي يعالجون بيه. هذا إلى صحة، فإذا إلى صحة خام ملطان،
اذا ما له صحه عم ودونا التمنات خلوا الناس عايشه مسلكه حالها بالكميه، لان هواي ناس منتظره الكميه مثل انا وغيري. زين وزاره التجاره شاوين التلك هذا ليش؟ طيب نتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. حسين علي يقول فعلا المواد نوعية رديئة جدا وبسعر خيالي على الدولة. أبو عباس يقول هذا يكلف الدولة الكيلو 1350، لو ينطون مبلغ بمكان الغذائية مو أحسن، بس هم حرامية ويشتغلون بكيفهم ماكو رقيب. طبعا بس يعني تعليق على السيد ابو عباس، هو الهدف من التوزيع هو حتى طبعا يتم شراءها بمبالغ قليله جدا منخفضه بسعر جمله حتى تخفف على المواطن. اذا اعطيت نفس القيمه قيمه المواد الغذائيه ما اعتقد راح يعني تكفي المواطن في السوق العراقي الذي يعاني من ارتفاع مستمر بالاسعار. ابو رضا يقول والله هسه فتحت الجونيه ردنا نطبخ منا طلع متروس قمل، أوردنا نطبخ منه طلع متروس قمل. طيب دكتور عبد الله صالح الجميلي يقول المواد الغذائية التي توزعها وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية لا تصلح للاستهلاك البشري. منذ عام 2003 جميع العراقيين يعرفون ذلك وفي الإعلام عليها انتقاد كبير. نتابع مشاهدين موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. أكدت مصادر مطلعة أن الإتاوات على الطرق الخارجية بين المحافظات محمية من قبل جهات سياسية شكلت إمبراطوريات مالية. وقالت المصادر إن العصابات لا تزال تمارس الابتزاز وفرض الإتاوات على التجار في الطرق الخارجية ومداخل المدن، وأن تلك العصابات محمية من قبل بعض الجهات السياسية. وأضافت هذه المصادر أيضا أن العصابات المتنفذة تمارس كل أشكال الابتزاز بحق البضائع الواردة لبغداد أو بقية المحافظات. وبات مشهد اصطفاف طوابير شاحنات لنقل البضائع في مداخل العاصمة لعدة كيلومترات أصبح من المشاهد المألوفة، الذي لا يسمح لهذه الشاحنات بالمرور أو الدخول لبغداد دون أن تدفع الأموال أو ما يعرف محليا بالمقسوم. لنشاهد. شوف التريلات منين تبدي. هسه انا جيت من الحسينيه، شوفوا ذولا كلهم ابتزاز. هسه يا ابو تريلت سئله يقول لك انا عباره عن ابتزاز، هاي سايدين شوفوا المسافه وين والسيطره وين. ذولا كلهم انت سيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه، الاف المرات قلنا لك سيطره الحسينيه اللي تودي على الشعب. الناس هاي سايدين يوقفون قطار من جديدة الشاط أو جديدة الشاط إلى البوابة مع الحسينية باوع. زين أنت من توقف هاي آلاف التريلات وهذا يبات ليومين هنا حتى يعبر رحمة الابتزاز السيطرة الصب مع الحسينية. طيب ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا ضمن نفس المقطع، آخر ضمن نفس الموضوع. يؤكد تجار عراقيون أن الإتاوات التي تفرض عليهم في السيطرات زادت من أسعار السلع واللحوم والخضروات في السوق المحلية في العراق، طبعا بسبب الأموال التي يضطر التاجر إلى دفعها في السيطرات الحكومية أو تلك التي تحت سيطرة ميليشيات الحشد من أجل السماح بعبور البضائع. اشتكى التجار من تعرضهم لخسائر كبيرة بسبب ساعات الانتظار الطويلة التي تقضيها الشاحنات في المعابر في حال عدم دفعها للإتاوات، مما يعرض بعضا من تلك البضائع للتلف. طبعا طالب عراقيون رئيس الحكومة الحالي محمد الشيع السوداني بمنع الرشاوة وإيقاف الابتزاز في الطرق المؤدية إلى محافظة النجف، لا سيما في سيطرة البحر، وذلك من خلال مقاطع تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. لنشاهد. ها اليوم سيطرة البحر ساديها كلها، هاي السيارات كلها نايمة يردون كل دروب 10,000 دينار تعرضون ورا المسافين، ها هاي العالم كلها واقفة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذه المقاطع. أبو رهف يقول: والله صحيح، إذا مو فلوس ما تعبر، كلهم يأخذون فلوس، ماكو واحد ما يأخذ فلوس. تعليق لدينا من محمد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يا ظالمين، شنو ذنب هاي العالم الفقرة؟ ليش هيك محاربين السائق الفقير العايف أهله بسبب العيشة الصعبة؟ تعليق من محمد يقول: المنتسب بالسيطرة يوميته مو أقل من 1,000,000 دينار قط، يعني سرقة أو ابتزاز أو رشوة، لأن راتبه قليل، 1,500,000 ما يكفي. تريد تعبر السيطرة ادفع المالات تفوت ويأخذ لك تحية. تعليق لدينا من صالح يقول: المفروض يصير بالعراق وزارة السيطرات بوارد أكثر من الميناء، وين ما تروح جبايات، رسومات، ضرائب، غرامات، نداءات، أبو تريلا يشتغل للدولة. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسمع رأي السيد محمد من الأنبار، تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام سيد محمد، نصي صوت التلفزيون للأخير واسمعني من الهاتف فقط. عفوا، بس أبو محمد ممكن. أبو محمد حياك الله. سيد أبو محمد كل الهلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم عمي؟ إن شاء الله مرتاحين. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. والله يا عمي احنا بالنسبه لنا نريد يعني بلكي يصل صوتنا نوصله للمسؤولين. نعم. ما ادري يعني، والله يعجز السلام، يعجز. ما ادري منين نبدي ومنين نبدي. شنو مشكلتك؟ المعاناه والله مشكلتنا احنا بالنسبه لنا هي حياتنا بالعراق تعتبر كلها مشاكل. يعني من خدمات، من بطالة. نعم. العالم متهدية، هذا جان المطر، هاي شافت عينك. نعم. الناس يعني غرقت. صحيح. غرقت بكل مكان، بالفلوجة، بالأنبار، وحتى بالجنوب، بالناصرية. نعم. بالإعمارة، كل. صحيح. يعني ما طبعًا نقدر نختصر محافظة ونقول زينة أبدا. نعم. المفروض طبعا يعني يتم استغلال هذه الثروات الطبيعية وهاي الأمطار في سبيل إنعاش الأنهار، ري الأراضي الزراعية اللي تصحرت، يعني محاولة الاستفادة. إحنا دا نشوفها دا تروح، للأسف دا تروح تختلط ويا مياه المجاري، وتروح إلى للأسف فقدنا الاتصال، وتروح إلى شط العرب، تختلط مع مياه البحر، ولا توجد أي استفادة حقيقية لهذه المياه. ويانا السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. طيب أكو مشكلة يبدو بالاتصالات. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. دلالوش يا الولد يا ابني، دلالوش، وعدوك سكن بيتي، دلالوش. حدثت جريمة كبيرة بحق الإنسانية ضد القوانين الدولية، وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف. ألوهم. هرول 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 يا موزكم وعلي. ما حيوانات، بس البشر قاعدين به اللي ماكو حكومة عراقية. هناك من مات في الصحراء، وهناك من ذهب باتجاه بغداد وأغلقت في وجهه. دين الله يا عالي الولد يا ابني، دين الله. ترجمة
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع لرأي السيد أبو علي من الديوانية. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو علي. العراق ما عنده مشاكل، بس زعل الحلبوسي واختار مقتدى وزعل عمار الحكيم. يا معودين والله وقع حظنا احنا، الله وكيل وقع حظنا. وانا على القناة الثانية مدى، بس والله عرفتها حقيقة انها تنقل الحقيقة بالله الكريم. الله يوفقكم. الله يحفظك. هذا شيء شرفنا. بس انتم الوحيدين ظلتم متنفس للمظلوم اللي بالعراق، المواطن العراقي المظلوم اللي بالعراق، لان انتم ظلتم متنفس، انتم الوحيد. والله يوفقكم. الله يسلمك. انا عندي سؤال لك سيد ابو علي اذا تسمح لي. يعني سيد احمد من البصرة خابر وهو ضايج او ممتعض من سالفة ان انتم ليش تجيبون طاري الحشد ومن الحشد ومن هالسوالف. انا بس اريد اسال سؤال، يعني هل الناس في العراق او بعض الناس اللي تمشي ورا هاي الجهات اللي تحب فلان وتكره فلان، انه تنسى المشاكل العامه الموجوده بالبلد ويركزون انه ليش تحشون على الحشد، وما يهتم بالوضع الاقتصادي بالوضع الصحي، ما يقول انه ليش ما عندنا تعليم؟ يعني الناس ليش نظرتهم ضيقه ومحدوده؟ هذول مثل حنتر شاف، يعني ابرز واحد هو. يا اخي ترى يمشي بالسوق شوف هاي الناس القبال الكبار اللي حتى 10,000 ما بيجوبها. يعني تدري المستشفيات بالجنوب اصبحت البيت المضمد. المضمد يفتح لتكال يسمونه دكتور الفقره. ب 3,000-4,000 دينار. ميزانيه الدوله التجاريه اليوم اعتماده للجنوب كله على المضمد. المضمد يطيها غلط صاع اهم شيء يضرب ابره. بالله عليكم كم مسؤول بالدوله بط البوقه واحده تسوى احسن مستشفيات لنا بالجنوب؟ بس والله العزيز الجنوب عرفكم انتم نصابه وكذابه، امالكم وجه صحيح بالوجه زين وبالكفه اللايه يا اعداء الشعب واعداء كل الانسانيه. وهذا بالحشد داعي ياكل بعثيه ياخذون 3.5 والجنوب نحن ما عندنا. الله وكيلك نحن ما عندنا. حظ ما سكر ما عندنا. ربما مشي امورنا مال يومين ثلاثه مو اكثر. الدوله هي على الاحتياط، انتم عندكم الاحتياط. ترى المواطن بالجنوب ما عنده احتياط. اكثر من 3 أيام 4 أيام الماده والغذاء ما يقدر يكفي. سيد أبو علي أنا أشكرك، كنت معنا من الديوانية ويانا السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الكريم، مسات السيطرات ومسات الرشاوة التي أصبحت أمرا لصيقا في هذه السيطرات المأساوية أصبح أمرا معتادا بالنسبة للحكومة. يعني إذا تكلم المواطن عن هذا الأمر عليه أن يعلم أنه لا يتكلم عن فساد، يتكلم عن أمر معتاد وعادي بالنسبة للحكومة. وإلا كم من مأساة وكم من فضيحة قد فضحت على الفضائيات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، ولكن أين الرد؟ فهناك مثل يقول من أمن العقاب أساء الأدب. سيد الكريم، مواكب المسؤولين تتثاقل من الانتظار، لذلك إذا رأيت مسؤولا خرج بموقبه في بغداد أو في غيرها تراه لا يتوانى ولا يقبل أن يتأخر دقيقة واحدة، لكن المواطن المسكين ينتظر لساعة وساعتين وربما لنهار كامل بسبب إجراءات الحكومة. سيد أبو سمية، الضرر الحقيقي في هذه المشكلة أو في هذا الموضوع واقع على سائقي الشاحنات ونقل البضائع أكثر من المواطن العادي. يعني إحنا نسمع أنه بالسيطرات الأمنية نعم هناك تضييقات على المواطن اللي يقود سيارته الشخصية، لكن ليس بقدر المحاربة اللي يعاني منها السائق الشاحنة والتاجر أو ناقل البضائع أو غيرها. لأنه يقول لك هذا عنده فلوس أو ده ينقل بضاعة لتاجر ثقيل، وبالتالي لما يبتز ب10,000 أو 50,000 ربما أيضا توصل أو حتى أكثر، أنه هذا عادي ما راح تضره، لكن هو في المقابل ده يرفع بهذه الحركات وبهذا الابتزاز ده يرفع الأسعار على المواطن الفقير، لأنه الفرق هذا من يدفعه؟
سيد الكريم على المواطن وعلى سائق الشاحنة أن يعلم أن هذا الأمر أصبح معتادا بالنسبة للحكومة، نعم. لأنه مصدر من مصادر الدخل لهذه الحكومة اللصفة الميليشياوية، أصبح الأمر معتادا شئنا أم أبينا. من جانب آخر، محاربة الحكومة لأصحاب الشاحنات وتأثيرها على السوق هذا أمر جانب، هذا من جانب آخر. الحكومة يا سيد الكريم تضيق على التعيينات في الدوائر الحكومية، والذي يحاول أن ينشط في القطاع الخاص تراه ملاحقا. لماذا؟ لأن هذه الحكومة تريد أن تضيق على الشعب في كل مجالات. سؤال سريع أبو السمية، يوم أمس اتصل بي أحد الأشخاص اللي مدح وزير الداخلية على الموقف اللي سواه ويا شرط المرور اللي تعرض إلى الدهس، ليش ما يكملون هذه الإيجابية إذا هم فعلا يريدون يقدمون خدمة للناس؟ هو وزير الداخلية ويروحون هو وزير الدفاع ويروحون يفترون على هاي السيطرات، ينهون وجودها اللي ما لها أي داعي. إذا أنت دفعت رشوة تقدر تعبر متفجرات أو مخدرات أو غيرها، ينهون هاي المهزلة اللي دا تصير بالسيطرات. يعني بس لأنه شرط المرور اندهس جيت وجبتوا الكاميرات وصورتوا هذا الاستعراض، الشغل الحقيقي وينه من وزيري الداخلية والدفاع؟ سيد الكريم، هذا الأمر نسميه بالمصطلح المتعارف عليه نسميه الازدواجية. الاعتداء على شرط المرور أمر لا يغتفر، هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الالتفاتة باتجاه هذه الجريمة ربما تراها، ربما تجدها وسيلة لتلميع صورة وزارة الداخلية. سيد الكريم، إن لمعوا فهم مليئون بالجرائم، ووزارة الداخلية بؤرة للعصابات ولا ينفع معها. شكرا جزيلا أبو سمية من الأنبار. نكمل مشاهدينا ما لدينا من مواضيع وننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك. أثار إعلان عدد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات للمرة الثانية خلال أسبوع بسبب الأمطار، أثار تساؤلات عن مصير الاستعدادات المعلنة من قبل الحكومة في الأشهر الماضية وقبل حلول فصل الشتاء، في ظل هروب السلطات الحكومية من مسؤولياتها عبر إعلان العطل الرسمية بدلا من وضع حلول جذرية للحد من غرق الشوارع. وتسببت مياه الأمطار بغرق العديد من الشوارع وقطع العديد الآخر منها، ووصلت إلى مستشفيات ومراكز صحية فضلا عن مبانٍ حكومية ومنازل ومحلات تجارية كذلك. دعونا نتابع هذا التقرير الإنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. الجزائر مركز محافظة البصرة وحاطين صوركم فوق الوسخ، 7 سنوات 6 تحكمون، والله إن شاء الله فرصة جديدة حتى نبني. هذا وضعكم. مدرسة الإمام الابتدائية في منطقة بن سعد، ومن أمام هذا الشارع المؤدي إلى المدرسة. عمي مالك درب طول، والله عمي مالك درب طول.
إلى آخر فقرة ننتقل بكم مشاهدينا الكرام، وهي فقرة الهاشتاج، واسم اليوم هو غزة تنتظر الولائيين. أعاد الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في منصة إكس التفاعل مرة أخرى مع هذا الوسم الساخر طبعا، أو الذي تصدر ترند العراق مرة أخرى في الساعات الماضية، متسائلين عن وجود أو دور الميليشيات ذات الولاء الإيراني التي تعمل في العراق أو تنشط في العراق، اليمن، لبنان وسوريا بشأن المشاركة في المعارك الدائرة الآن في فلسطين المحتلة. عمار يقول: هل تعلم أن لدى إيران فيلق كامل اسمه فيلق القدس، وأسس هذا الفيلق منذ أكثر من 30 سنة على أن تكون مهمته الرسمية تحرير القدس، لكن المفاجأة أن هذا الفيلق حارب على جميع الجبهات ما عدا القدس. تعليق من عبد الرحمن يقول: من سنوات ونحن نسمع طريق القدس يمر من صنعاء، كربلاء، بيروت، دمشق، وكانت هذه الفصائل تعلل وجودها بأنها من سيحرر فلسطين، وأن ما يفعلوه أو ما يفعلوه هو لنصرة الدين. آن الأوان لتشمروا عن سواعدكم لنرى المراجل. عدم مشاركتكم ونصرتكم لقطاع غزة تعني أنكم نكثتم بعهودكم لجمهوركم. حسين يقول: أما آن الأوان أن تنفذوا وعودكم بنصرة القدس؟ يا من سميتم أنفسكم بالمقاومة، أين هي مقاومتكم؟ طب تعليق أيضا لدينا أخير من علي البصراوي يقول: أين خميني وزبانيته؟ أين نصر الله وزمرته؟ أين الحوثي وشلته؟ أين قيس والعامري وزمرتهم؟ القدس تناديكم، اذهبوا وقاتلوا يا من تحسبون أنفسكم مقاومة ضد المحتل وتريدون تحرير القدس. حان الوقت الذي يعرف فيه الشجاع من الجبان، والمقاوم من المقاول، والمجاهد من المنافق. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.